السلام عليكم، كي دايرين البنات الاخوان الاخوات؟ اليوم ان شاء الله جبنا لكم الديكاتلو ديال عين السبع. كتشوفوا داير لينا هنا مسافه الامان والبارياج شي ديال على حساب كورونا. المهم حنا جينا دابا جبنا لكم الديكاتلو ديال عين السبع، نشوفوا شنو كاين عندهم. وانتم معايا داكشي الاخوان الاخوات، داكشي منظم دايرين. كيدخل بنادم شويه بشويه، ما كيدخلوش كلشي، يعني كيدخل مجموعه بمجموعه كما كتشوفوا. ديال الحمايه الصراحه الله يجازيهم بخير. وانتم معايا خليكم. ثم كما كتشوفوا كيدخل دايرين مسافه الامان، كندخلوا شويه بشويه، يعني داكشي منظم. ايش اراد؟ المهم هنايا هاد السبرديلات هادو دايرين ليهم 99، يعني 99 درهم، شي حاجة زوينة للوليدات كما كتشوفو، يعني 99 درهم كما كتشوفو. هانتوما دايرين 99، هادو ديال البنيات، يعني شي حاجة زوينة بزاف، شي حاجة زوينة وعمليين، يعني بزاف كاين هاد الشكل هذا تا هو، و تا هما ديال البنات، يعني 99 درهم. و كاينين هاد هما ديال الولاد، تا هما دايرين ليهم 99 درهم كيما كتشوفو. الشكيلات زوينين بزاف، ثمن اقتصادي اللي بغى يسي وليداتو. دابا الدخول ان شاء الله نتمنوا ندخلوا للمدرسه وجربوهم. كاينه الصنيطلات ديال الصيف، واخا الصيف غادي يخرج، الصنيطلات زوينين كما كتشوفوا. دايرين ليهم 49، كاين هادو تا همايا، هما دايرين ليهم 29 درهم، الشكل ديالهم زوين. هادوك لي شلنا ب 29 كاين ديال البنيات، وهادو ديال الوليدات، كاين صنيطلات البحر بحال هكا، الشكل زوينين. هاد الصنيطلات حمطونين انا البنات، يعني دايرين 49 درهم، الشكل ديالهم غزال وعجبني بزاف، فيهم اللوينات كما كتشوفوا، زوينين هاد الصنيطلات كلهم تبارك الله عليهم، تيحمطو شي حاجة زوينة زوينة بزاف. هادو البنات هادو كنت خديتهم انا داك العام لولدي، يعني شي حاجه زوينه بزاف و تيصبروا، يعني خديتها لي داك العام وباطه ما شاء الله عليها، يعني كتصبر البحار بحال هكا، لا ما بغاش يلبس الصباط يلبسها غير هي، يا هي شي حاجه غير بحال هكا شي صخيره لا تسخر ولا شي حاجه، يعني زوينين وعمليين، دايرين هما 30 درهم. بغيت نوريكم هاد السيل ديال هاد الكاختابلات، يعني هاد الصراحة الكاختابلات ديال ديكاتلو شي حاجة رائعة جدا البنات، يعني صبن ورد. عندي تقريبا دابا تقريبا 6 سنين وانا كناخد من ديكاتلو الكاختابل او هاد الشكير كما كتشوفو، دايرين 99. هادي كاين هاد السيل هدا تا هويا، كاين في الألوان، هاد الكحل ديالها غزال هذا البنات، عجبني هاد الكحل، فيه زوين هاد اللون، فيه هذا حساب الحماية ديال الظهر، يعني فيه ملوينات زوينين، كاين اللوينات ديالهم زوينين،
دايرين تما 99 درهم. كاينين حتى هنا الصغار ديالهم ديك الحلاوه اللي وريتكم ها نتوما الشكل ديالها. كاين هادو دايرين 39 درهم فيهم اللوينات كاملين وتما 39 درهم حتى هما. شوف جميع الالوان كاينين والثمن كما قلت لكم دايرين 39 درهم يعني ثمن زوين. كاينين هادو حتى هما عمليين بزاف هاد السبرديلات حتى هما كنت خديت منهم قبل يعني شي حاجه زوينه للويدات دايرين ثمن نزلوا فيهم داو لهم 119 درهم. هاد الستيل هذا يعني شي حاجه حتى هو روعه روعه البنات يعني صراحه دايرين تخفيضات بزاف اللي كطلعوا على حساب السبرديلات يعني ثمنو 119 درهم. هاد السبرديلات كاينين هادو تا هما دير ليهم 59 درهم هادو تا هما زوينين كنت خديتهم داك العام تا انا كنت خديت الكحل والكري الكحل تا هو ديال زوين الكحل ديال زوين شتو البنات يعني كاينين تخفيضات في الكارطابلات شي حاجه روعه روعه وزوينين وعمليين اللي عندو البنيات تا هما هما اللوينات وينات زوينين صراحة. كاين هاد الستيل هذا عجبني بزاف البنات داير لي 159 كان 249 دابا دارو 159 يعني عجبني هاد الستيل انا هذا تا ولدي تا هو عجبو. شوفوا لا خرجي فيه حتى النوار ولكن النوار ما مطيحش داير لي 149 وهذا دايرين فيه 139 159 نجربو هذا تا هو يعني الشكيلات زوينين البنات كاين هاد الموديل الله خارج تا هويا داير لي 259 شتو حاجة زوينة بزاف. كاينين تا البيكالات الشكيلات زوينة ديال البيكالات اللي بغاهم داير بشكل زوينين هادو من 9 لـ12 سنة هما دايرينهم هنا هاد الشكل هدا تا هو داير ليهم 199 كاينين البيكالات يعني شي حاجة زوينة ديال البيكالات كاينين هنايا شي حاجة زوينة بزاف شجباتني هاد البنات هاد البيكالا هادي زوينة وقع انا ما تنعرفش البيكالات ولكن الستيل ديالها زوين بزاف كتبان ليا كلاسيكي يعني شفت التصويره المرا اللي راكبة عليها شفتو يعني شي حاجة زوينة الثمن دايرة 2799 دايرة لا عفوا الثمن ديال هادي لما ديال هادي ديرا 3299 كاين الحوايج ديال سبور ناس ديال سبور تا هما دايرين ليهم الحوايج ديالهم كاين هاد الشكيلة تا هما ديال سبور ناس ديال سبور شي حاجة زوينة صراحة. هادي لولدي الستيل ديالها زوين كما كتشوفو كتمان زوينة في الرجل وعجباتو تا هو يا لي ماما مريحة هي لي غادي ياخد ان شاء الله خليكم معايا. ايما البنات من بعد ما درنا معاكم جولة زوينة في المحل المهم حنا دابا كملنا المحل ديال ديكاتلو الولاد خداو داكشي اللي بغاو وحنا غاديين دابا راجعين في حالاتنا. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتبارطاجيوه مع الناس اللي كتعرفوا وتستغلوا الفرصه راه التخفيضات كاينه في ديكاتلو يعني شوفوا شحال ديال الناس كيتسناو ولكن كاينه شي حاجه زوينه عندهم يعني حاجه عندهم كاليتي وحاجه كت زوينه فش يعني حاجه زوينه عندهم يعني بحال ديك السبرديله اللي خداها ولدي كانت دايره 200 وشي حاجه نزلوها 159 درهم يعني شي حاجه زوينه
نتمنى تستغلوا الفرصه